أما الآن الأهلان التحاليات كبرى قادمة لائتلاف شباب الرمى 10 من فبراير. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. من أرض عاصمتنا، من أرض عاصمة ثورتنا المجيدة ستر الإباء والكبرياء، نعلن عن تشييد حزمة من فعاليات شهر رمضان المبارك المركزية، وذلك تحت شعار ثورة الصائمين تزلزل الظالمين، والذي على ضوئه ندعو ونؤكد على النقاط التالية. أولاً، تعليق كافة التظاهرات والحراك الثوري لمدة يوم واحد استقبالاً لشهر رمضان المبارك وتعظيماً له، وذلك بدءاً من صبيحة يوم غد الأربعاء وحتى صبيحة يوم الخميس. ثانياً، استئناف التظاهرات والحراك الثوري بشكل واسع يوم الخميس في عموم أنحاء البحرين تحت شعار ثورة الصائمين تزلزل الظالمين. ثالثاً، الاحتشاد في خيمة الكرامة الرمضانية التي سيتم تدشينها في عاصمة الفن بلدة غرباء. رابعاً، المشاركة في ملحمة الاعتصامات الثورية على امتداد شارع خف النار تحت شعار شايلينك يا حمل، وذلك مساء يوم الخميس ليلة الجمعة 18 من شهر يوليو الجاري. خامساً، المشاركة في الفعالية الجماهيرية الكبرى التي ترك ثوار البحرين وحرائرها البصمة الواضحة والجلية فيها، بصمة العزة والكرامة، بصمة الحق الثابت في تقرير المصير، فكونوا على الموعد على امتداد شارع البديع تحت شعار حق تقرير المصير 14، وذلك يوم الخميس ليلة الجمعة 25 من شهر يوليو الجاري. سادساً، ترقبوا المهرجان الخطابي الأول لحرائر الثورة بمناسبة يوم القدس العالمي تحت شعار يوم الشعوب المستضعفة. سابعاً، الاستعداد للتظاهرات الجماهيرية الكبرى في يوم القدس العالمي تحت شعار يوم الشعوب المستضعفة. ختاماً، كونوا على الموعد يا جماهير شعبنا الصابر المقاوم لتصعيد الحراك الثوري ولتعلو هممكم همم الجبال لتزيلها، فقدر المرء على قدر همته، وما النصر إلا من عند الله.